بخاري وكشته اليوم. اليوم الاجواء جدا جميله الحمد لله، تستمتع بالكشته. اليوم الحمص صراحه تجربه جميله، قهوتهم مميزه ما شاء الله. هذا شكله بالنهايه. نبدا اليوم بالرز البخاري، حطينا زيت، بعدين اضفنا له البصل، بعد ما تقمر البصل اضفت عليه طماطم وحركناه شوي، بعدين اضفت عليه كميه جزر وقليله من الزبيب، بعدين اضفنا معجون طماطم قلبناه شوي، اضفنا بهارات صحيحه وشوي بهارات، بعدين اضفنا الدجاج بعد ما تجانس الخليط، وحطينا شوي فلفل للطعم والمذاق. خلينا الدجاج يطبخ تقريبا 20 دقيقه، بعدين طلعناه عشان التحمير، بعدين اضفنا الرز، رز السيله هذا عشان يعطي الدجاج نكهه حلوه، اعطيناه عصره ليمون ودخلناه على التحمير. هذا الرز بعد ما شرب اغلب مويته حطيت بهارات شوي، حطينا الكشنه والفلفل، حطينا جمر للتدخين، ونسكر عليه ونخليه 20 دقيقه على النار هاديه حتى يطلع من احسن ما يكون. بعد 20 دقيقه طلعنا هذا الرز، ازلنا القستير هذا اللي فيه الجمر، وهذا شكله بالنهايه. شوفوا الحبه ما شاء الله وعنيه بالعافيه، واحسن ختام بالكشته الشاهي. اذا شفتوا المقطع يستاهل لايك، اعطونا لايك الله يرضى عليكم.